الصفحة 63، التمرين الأول. إذن ألاحظ العمل، فكك كل من الأعداد الآتية إلى آلاف ومئات وعشرات وحدات. نبدأ بملاحظة العمل. نقرأ هذا العمل. 6217، 6000 صحيحة، و200 هذه 2، هذا خطأ. 5032، 5000 صحيحة، وهذه 30 وليست 3، هذا خطأ. 3104، وهنا مكتوب 3، 3000 وليست 3. وصحيح الأخطاء على كراسي. 6217، 6217، 5023، 5023 وصف، 3104، 3104 وصفر، عشرات وصفر، مئات. ودعم تعلماتي، فكك كل من الأعداد الآتية إلى آلاف ومئات وعشرات ووحدات. 3232، 3232، 3025، معناه 3005 وحدات، وعشرون، وصفر مئات. وهنا كرر نفس السؤال، ونحن كذلك نكرر نفس الجواب. الجزء الثاني، أنجز العمليات عموديا. 62 ناقص 49، 62 ناقص 49 إنجازها هكذا. أولا هناك ملاحظة، هناك خطوتين كما تعلمت سابقا، ضع وأجري كل من العمليتين. هناك الوضع وهناك إجراء الحسابات. هناك الوضع الصحيح للأعداد وإجراء الحسابات. هناك عمليتين، ضع وأجري. هناك الوضع الصحيح للأعداد ثم إجراء الحسابات. نبدأ بالأولى، نبدأ بالأولى. 62 ناقص 49، أحد عشرات، أحد عشرات. الوضع صحيح، الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت عشرات. الخطوة الأولى صحيحة. نأتي إلى إجراء الحسابات. هل الحسابات صحيحة؟ 2 ناقص 9، لا نستطيع، نستلف الواحد تصبح 12. 12 ناقص 9 ليست 7. إذن المشكلة هنا في هذا العدد خاطئ. نتأمل العدد الآخر، فيه أحاد عشرات مئات، وفيه أحاد وعشرات. أول خطوة هي الوضع الصحيح للأعداد. هل وضع الأعداد بطريقة صحيحة؟ الجواب هو لا. لماذا؟ لأن الأحاد هنا 3 والأحاد هنا 7. ومن وضع الأحاد تحت الأحاد؟ إذن التلميذ الأول، المحاولة الأولى، أين كان الخطأ؟ كان خطأ إجراء الحسابات خطأ. والثانية، أين كان الخطأ؟ الوضع الصحيح للأعداد. إذن هناك خطوتين، هناك شرطين، الشرط الأول والشرط الثاني. الأول أخل بهذا الشرط، والثاني أخل بهذا الشرط. إذن السؤال، نبدأ بأول عملية. نبدأ مثلا 62 ناقص 49. أول مرحلة، مرحلة الوضع، نضع 62 إشارة ناقص، الخط والمساواة، ونضع العدد، العدد 49، الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات. 2 ناقص 9، لا نستطيع، نستلف الواحد ونرجعه. 12 ناقص 9، 3. 6 ناقص 5، 1. العملية الأخرى،
293 ناقص 27. نضع 293 إشارة ناقص والخط وتساوي، وسبعة وعشرون كيف نضعها؟ الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات، ونبدأ بإجراء الحسابات. هناك خطوتين، خطوة الوضع وخطوة إجراء الحسابات. نبدأ في الحسابات. 3 ناقص 7 لا نستطيع، أستلف الواحد وأرجعه. 13 ناقص 7 6. 9 ناقص 3 6. 2 ناقص لا شيء 2. العملية التي بعدها 51 ناقص 26 نضعها وضع صحيح ثم نجري الحسابات. 51 نضع الناقص والخط ثم 26. الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات. 1 ناقص 6 لا نستطيع، نستلف الواحد ونرجعه. 11 ناقص 6 5. 5 ناقص 3 2. ثلاثمائة واثنان ناقص 74 302 فيها 3 أرقام، و74 فيها رقمين. حذاري، الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات، والمئات 3 والمئات 0. إن شئت ضع 0 هنا. 2 ناقص 4 لا نستطيع، أستلف وأرجع. أستلف الواحد وأرجعه. 12 ناقص 4 8. 10 0 ناقص 8 لا نستطيع، أستلف وأرجع. 0 ناقص 8 0 ناقص 8 لا نستطيع، نستلف ونرجع. 10 ناقص 8 2. 3 ناقص 1 2. 2. ونجيب هكذا، نضع جواب هذا الشكل. إذن عين الطول المناسب، عين الطول المناسب. هذا قلم عادي، قلم عادي الذي تكتب به في القسم. طوله 14 متر غير معقول. هناك قلم عملاق، ليس هو، هذا قلم عملاق، قلم كبير، احتفلوا به، صنعوه واحتفلوا به هؤلاء الناس. قلم كبير جدا، ويوجد حذاء كبير جدا. هذا ليس هذا القلم العملاق، هذا القلم العادي الذي موجود عندك في القسم. 14 متر غير معقول، غير معقول، هذا جواب غير معقول. إذن 14 140 سنتيمتر بالنسبة لهذه، هذه 1 متر وزيادة، كثير جدا. 14 متر كثير جدا، وهذه 14 سنتيمتر معقول. بالنسبة لهذا 92 متر، هذه القيمة 920 سنتيمتر نفسها 9200 ملم، هذه نفسها هذه، وهذه صغيرة جدا، صغيرة جدا. هذه الإجابة المعقولة 92 متر. إذا كما قلنا نلخص، الطول المناسب 14 متر غير معقولة. الجواب 140 سنتيمتر هو 1 متر وزيادة، غير معقولة. 14 متر غير معقولة، الجواب هو هذا.
بالنسبة لهذه 92 متر، 92 متر قلناها في الدروس السابقة، قلناها في هذا الفيديو، هذا الفيديو قلناها فيه، ارجع لهذا الفيديو عندما تكلمنا عن ارتفاع مقام الشهود 92 متر، قلناها هنا، ارجع هنا. إذا 92 متر قلناها في الفيديو السابق. تبقى فقط ملاحظة، هنا 29 سنتيمتر، السنتيمتر هو 10 مليمتر، هذه في 10 هو هذه، إذا هذا هو نفس هذا، هذه ما معناها؟ معناتها 9 متر و 20 سنتيمتر. كيف تتخيل 9 متر و 20 سنتيمتر؟ 9 متر كيف تتخيلها؟ 9 متر في الحقيقة يمكنك تخيلها مثلا عمارة، عمارة من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا يوجد حوالي 4 متر الطابق الأرضي، والطابق الأول تقريبا 3.6، 9 متر تقريبا هي هذه، هي هذه المقدار، هذا المقدار، هذا هذا المقدار هو ارتفاع طابقين، هذا المقدار، هذا المقدار هو هذا المقدار، هو هذا المقدار، بالنسبة عندي هذا المقدار هو نفس هذا المقدار. إذا هذا الارتفاع العمارة، الطابق الأول، الطابق الأرضي، الطابق الأول، الطابق الثاني هو تقريبا 9 متر، 9.20 سنتيمتر، 920 سنتيمتر أو 9200 مليمتر. إذا هذا تقريبا 3 متر، 3 متر، 3 متر تقريبا الارتفاع هذا هو هذا. أما مقام الشهيد هو مرتفع جدا، ارتفاعه 92 متر. التمرين الرابع، ارسم بالأحمر محور تناظر لهذا الشكل، هذا الشكل ليس محور تناظر له، نستطيع التأكد من هذا البرنامج، هذا الشكل مثلا هنا هكذا ليس تناظر، عندما نقولها بنجدها متناظرة، ليس متناظرة، ليس محور تناظر. إذا أين هو محور التناظر؟ هل هذا هو محور التناظر؟ هل هذا هو؟ هل هذا محور التناظر؟ لا. هل هذا؟ نعم. كيف نعرف؟ هذا الطول يقايس هذا الطول وعمودي عليه، وهنا يكون عمودي، يكون هنا الزاوية قائمة، يكون هنا الزاوية قائمة، هذا محور التناظر. انقل ثم ارسم محور تناظر لهذا الشكل. في الحقيقة هناك ملاحظة، هذا الشكل يسموه خماسي منتظم، 1 2 3 4 5، وهو ليس هذا الشكل، هذا خماسي غير منتظم، لأن هذا ليس قيس هذا. أما الخماسي المنتظم كل الأضلاع متقايسة، الخماسي المنتظم له خمس محاور، له خمس محاور تناظر. إذا الرأس الأول، الرأس الأول مع المحور التناظر الأول، الرأس الثاني محور تناظر ثاني، محور تناظر ثالث، وهكذا له خمس محاور تناظر. له خمسة، 1
اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. وهذا الخماسي مرسوم في دائرة، في دائرة. إذن هذا الخماسي. هناك ملاحظة، الخماسي له خمس محاور، المربع له أربع محاور لأنه مرسوم في دائرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، والدائرة مرسوم في دائرة. هذا مضلع منتظم، كل أضلاعه متقايسة، الرباعي له أربعة والخماسي له خمسة. حتى في المثلث، حتى في المثلث متقايس الأضلاع له ثلاث محاور، واحد، اثنان، ثلاث. لماذا؟ لأنه مرسوم في دائرة. المضلعات المنتظمة المرسومة في دائرة عدد محاور تناظرها هو عدد رؤوسها. إذا له خمس محاور تناظر، وهذا الخامس، له خمس محاور تناظر. وهناك ملاحظة كذلك على الخماسي المنتظم، هو الذي نرسم به نجمة، هو الذي نرسم به نجمة هكذا. كيف نرسم نجمة؟ نرسمها بالخماسي. بهذا الشكل. النجمة الموجودة في العلم الجزائري مرسومة بالخماسي المنتظم. ولو ترسم نجمة وتوصل بين رؤوسها تحصل على خماسي منتظم. المطلوب كم محاور تناظر؟ هذه كلها محاور تناظر. هناك خمس محاور، هناك خمس محاور تناظر. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. بالنسبة للتمرين الخامس، ارسم بالأخضر لغير الشكل بالنسبة للمستقيم الأحمر. الفكرة ما هي؟ الفكرة باستعمال الكوس نرسم مستقيم عمودي على هذا المستقيم. إذن هذه النقطة، هذه النقطة يشمل هذه النقطة وعمودي على هذه النقطة. لاحظ الزاوية هنا نصف، وهنا نصف، وهنا نصف، يأتي هكذا، وهذا يكون هكذا منتصف في المنتصف، وهذا مع هذا في المنتصف نفسه. وكذلك هذا، هذه النقطة منتصف هنا ومنتصف هنا. هذا المربع الأخضر بعيد على هذه الرسمة، إذا هذا الرسم خاطئ. كيف نرسم الرسم؟ نرسم مستقيم عمودي هكذا، ونغرس هذه النقطة هي هذه، ونغرس هذه هي هذه. هذا الشكل نظيره هذا، وهذا الشكل نظيره هذا، وسنوضح لماذا. مثلا نأخذ هذا الشكل، نضع الكوس، نضع الكوس هنا، الكوس هنا، ولاحظ هذه النقطة، هذه النقطة. أولا نسأل سؤال، هذا الشكل من هي النقاط المتحكمة في رسمه؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. هذا أول سؤال نطرحه، أول سؤال نطرحه، من هي النقاط المتحكمة في رسم الشكل؟ والجواب هو أربعة. السؤال رقم اثنين، كيف نعين النظائر؟ الجواب بالكوس،
بالكوس، الكوس نضعه هكذا، الكوس نضعه هكذا، هذا هو الكوس. الزاوية القائمة هي هذه، هذه الزاوية القائمة، الزاوية القائمة هي هذه، الكوس بهذه الطريقة، هذا الكوس نضع هكذا، ونص المستقيمات تعامد هذا المستقيم وتشمل النقاط. نبدأ في النقاط الأربعة، 1 2 3 4، نرسم أربع مستقيمات تشمل هذه النقاط وتعامد هذا. نبدأ في الرسم، كم توجد من نقطة تتحكم في الرسم هذا؟ 4. النقطة الأولى هذه، النقطة الثانية هذه، النقطة الثالثة هذه، مستقيمان متطابقان، والنقطة الأخيرة هذه. الزاوية قائمة هنا، الزاوية قائمة هنا، الزاوية قائمة، يجب أن يكون عمودي. الزاوية قائمة، هذه أول فكرة. ثاني فكرة، نبدأ نحسب هذه النقطة بكم تبتعد عن هذا المستقيم. احسب معي، 1 2 ونصف، نصف 1 2، هذه نظرته، هذه النقطة بعدها عن المستقيم 1، وهذه النقطة بعدها 1، تأتي هنا، هذه النقطة على استقامة مع هذه النقطة، ونحسب هذه النقطة ما هو بعدها عن المستقيم، 1 2 ونصف، نصف 1 2، هو هذا. ثم تبقى هذه النقطة كذلك، نفس الشيء نحسب لها. لاحظ هنا، نوضح المربعات المختفية المرصوفة لا تظهر جيدا، نوضحها. احسب معي، 1 2 3 4، نحسب هنا، نحسب هنا البعد، 1 2 3 4، فتأتي النقطة هنا، فتأتي النقطة هنا. عندما أحصل على 4 نقاط أوصل بينها بالمضلعات، فأحصل على الشكل الأول، أحصل على الشكل الأول هذا وألونه هكذا. نتكلم عن الشكل هذا، الشكل هذا في حقه بنفس الطريقة. أول سؤال نطرحه، كم توجد من نقطة تتحكم في رسم هذا الشكل؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، توجد 8 نقاط تتحكم في رسم هذا الشكل. ما هي الخطوة التي بعدها؟ نرسم مستقيمات عمودية على هذا المستقيم وتشمل هذه النقاط. نبدأ بالمستقيم الأول، المستقيم الثاني، المستقيم الثالث، المستقيم الرابع،
المستقيم الخامس والسادس نفسه، المستقيم السابع، المستقيم الثامن، نرسم هكذا ونبدأ في الحسابات. نبدأ نهتم بالحسابات، نبدأ بهذه مثلا. النقطة التي نتكلم عنها ننزعها، نبدأ بهذه مثلا، بهذه واحد ونصف، نصف وواحد تأتي هنا، أنهيناها، تمت. هذه نصف، نصف أنهيناها. نأتي لنقاط سهلة ثانية. هذه نصف أنهيناها، هذه واحد ونصف، نصف وواحد تأتي هنا، أنهيناها. نواصل مع هذه، هذه واحد اثنان، واحد اثنان تأتي هنا، أنهيناها. هذه واحد ونصف، نصف وواحد، أنهيناها. كم يبقى؟ تبقى هذه واحد اثنان ونصف، واحد اثنان ونصف، نصف واحد اثنان، أنهيناها. تبقى الأخيرة، الأخيرة تحسب، الأخيرة واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة تأتي هنا. هذا الشكل تتحكم فيه نقاط وجدنا نظائرها بالنسبة إلى المستقيم الأحمر، نوصل ونلون فقط لنحصل على هذا الشكل الجميل. انتهت الصفحة 63.